تبدا الحكاية كيف كل حكاية خمسة ومراية وحنة في ايديها تكبر البنية وتصير سبية ولور عشية يزين خديها قالوا ناس فكرية طفلة ايام بنادم كل حفلة حفلة تتعدى على غفلة وما يحسش بيها وتكبر الحكاية كيف كل حكاية خطوة واثناية لازم تمشيها وتقرأ وتتمنى تقربها الحنة العصفور الجنة اللي هنيها بابا حزار باستطاعة الأسد الصيد بمفرده وهو يفعل ذلك بشكل جيد لكن مجموعة من الأسود تستطيع الصيد ببراعة وهي ماهرة جدا في ذلك يميمتي فرائس أكثر يا ربي تعبت اليوم راني سقي يسطر مش لعب صور خلف قضية الدار متاع كل يوم سيقت جنينة والفيراندا ومشيت للمرش كمل عليه الفطور مقلي شاوتك يا بابا والله متعب لنا جمت مقيل شبيك ما قلت ليش وينهم الجماعة يا هادي ما لاحظتش دار ساكتة لأمي لحلومة لا سكات ما لاحظتوش أما بالحق وينهم يا أخي موجات أختي نزاهة العشية شدت صحيح في أمي باش تهزها معاها أمي قالت لها أبدا دارك معبية وراجلك سعيد وجبت تكديسكم تاع العادة فيعا كان عندي وليد فيرا وهزني لدار وفيراني معزة مكرمة حاسيل في الاخر كبشت نزاهة هزتها بالسيح يا والله عايشوش ديما مش عجبها شي والله امي وليت كتفل صغير ايش ما جاي يضحكها وايش ما جاي يغششها زيد وليت لي هي وكت طفلة حلومة نهارك كل في خناق بعضهم سبحان ربي والله ولنا صغار وخرنا صغار كيفيه معناها اللب زاد مع زوز سيوده باش تمنع صغيره اللب معناها انا نحكي معاك من قبيله وانتي ماكش معايا ها لهيلي بالحيوانات هي والله عندك الحق حتى انا مو سعبالي مركز مع اللبه في التلفزه ومسيب اللبه اللي بجنبي انتي ماني نسمع فيك من بكري تبكي وتشكي يا بنتي لام امك والبنية بنتك وزيد انا لحكيت هذو ما تعرفني لا نحبهم ولا نحب ندخل فيهم مانيش نشكي اسمها نحكي مفرغ في قلبي لرويجلي اي هك فرغت قلبك وعبيت لي قلبي انا زاد اي مش لازم منهم الحيوانات هاي خلنا نمشي نقوم ونرقد رايد وفك عليا من الهدالي الفارغه على خير محسوبه تو نصر واحد حق جمودي من بكري متعدي بحذا بالقاسم الززار ريت علوش حليب يغمزلي يعمل 66 كيف وزيدانا هكاكي شافني بالقاسم الززار متعدي بجنبه زاد عيطلي قال لي يا الهادي اتحب من الفكرة نمدلك اتحب من الفخذ نمدلك اتحب من الكرومة اجهز ايش قولك نجيب لك منه غدوة تعمل لنا فايم كسكسي من يديتك الملاح ولا صحي نمرمز عندك برشة راك على المرمز يا جمول ايها وفاش تخمم كان في كرشك انت اي خمم في كرشي وفي فلوسي زادة اي طفي الذوراك مال عليه ما عجبتكش انا ايما قلت لي تعبة ومهدودة انا قلت هذه باش ترقد بكري الليلة مازلت نيم يا نصر انا ليلة كيما اليوم نشريها بالفلوس بالي مرتاح برا برا رقد انت وانا مانيش مزروب علي نهار غدوة خليني نتمتع بالرياض وحدي يه اوه حق يا اخي ما تقول ليش حلو مويني صح انو بحضة صاحبتها هاجر عندها بدو حنتها قلت لها لازم تبيت بحذايا ايوة فهمت هاي ليتك زينة وح شكون زعمة فهلي شكون هالرمز اللي هابط علينا كالقضاء المستعجل الليل بيكون كان واحد من صحابك هكا وديرك تلصقتها في صحابي يقوى عليك ربي هاي برا برا شوف شكون
ورد بالك تدخلوا صرفوا من غادي لغادي. يا جميلة مثبتة نصرفوا من غادي لغادي؟ اوه يا فضيحتي. هيا جهز علي الساك وخليني ندخل. عشوش هات عليك هات لبس. اشكون جابك في هالي؟ ويني نزيه؟ امي لطف عليك شبيك ويني نزيها؟ شكون جابك يا ناري؟ هيا فكيتوش عليا من الأسئلة وخليوني نزوز ولا خليني نشوف وين نكن راسي في هالليل. اوه يا ميمتي هذا كلام تقوله؟ بنتك راني مانيش برانية. هيا ادخل ادخل وحكي لي صار. الدار دارك امي عايشوشة، انت مولات الدار واحنا ضيف عندك. هيا يزيني بلا داري بلا ريق. ابا بابا باب ازعام كان في البراتة. الكلام الكلام الكلكم كيف بعضكم صنف واحد. ايه يا امي راك فجعتنا عليك السار. نزيها اختي لباس اش فما؟ لا هي لباس عليها يعطيني من دمها البارد لعوج قدامها وهي تصفق له. يا بنيتي على ما ركبني غزولة على ما قهروني. الله 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 هاي هادرة كبيرة هذي. اوه امي اللطف تيحكي يا امي تشغلتني. اش باش نحكي واش باش نخلي يا للا من اللي عتبت باب الدار وانا الفم محلول تقع في الخنار. اي والشي عمال على قدام الدور في وسطهم بنيتي لا شكون يهز معاها ولا شكون يرد. داروا الشارع ويحبوني نسكت اخرتها عاد كي هبط الليل. اتكلمك ولدها الكبير قال لها امي راني جيعة وهو صدقني يسقف داره معصر. قتلو شي هي وليدي مازال شوية العشاء اصبر. يا بنيتي ويا ميمتي ويهي جويميش ويكون يعقل لا قدرني لا انا ولا امه ويصيح قالها برا شري الخبز وطوى نحب كسكروت. يا كها وعدا وين تلقاني انتقت عليه. امي بربي عليه دخل في روحك توا توتر في اعصابك زيد والله العظيم. هو زيد في الغش الواحد ما يوزنش كلام وراه. هاوك غلطت معاك في الحديث وغشنهم يعيشوش. لحاك له يغلط في الحديث معايا والله رسول من ترتقهولو بها العصا اللي في ديا. ميلا شنو اللي صار؟ الله يهديك يا عمي رك حيرتنا. بالله بالله ساعة وين الريق شيح ونحكي ودي تقولي شنو اللي صار؟ تحبني نهبط نتزكك ولا شنو اللي لا؟ انت شوف في بنيتي خارجة في الليل تشري وثلاثة عزب متصدرين في الدار. قلت مازال بكم توا روحوا بيا دقيقة ما عادش زيدتها ولا كالو ليت بلال شي يعني. بلال وينو؟ عاد هكاك يخليك في الباب ويمشي؟ ما خليتوش قلت له مانيش باش نضيع انا قدام باب الدار. الله يهديك يا امي راك حيرت نزيها. اسم الله عليك وعليها. على كل حال امي عيشوشة ما تحط شي في بالك وانتي مالك كان رجعت لدارك. والفايدة فيك انتي راه باهي باهي. هاي خليكم انا توا تصبحوا على خير. على خير على خير. امي بدل حويجك ومتسويقاتك ونجيب حاجة برد بها عصابك. عليه تشوف فيا نخبط في ساقية ولا حبطة ايدو ساق؟ ومانيش بنحيتهم هالشويلق هذوما مانيش لبسة فوطة وبلوزة. انا تشوف فيا مصعبك يا امي هاني سكت. وشكون زعمة هادي؟ يا هادي قوم بربي شوف شكون جاي. مانيش باش نرقد الليل. شكون زعما في هالليل؟ يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. وتكمل الحكاية كيف كل حكاية منامة وغناية تستنى فيها منامة محلاها ممكن تنساها وممكن كتراها تتخبى عليها. قالوا ناس بكري يا صفية طول عمره بنادم في الدنيا سير به الفين حبتي وما يرضى بيه.